السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. أخي الكريم، اليوم سوف نقوم بشرح هذا الموقع. هذه هي الاستراتيجية التي نعمل عليها، وقد عملنا عليها في هذا الموقع، وقد قلت لكم سابقا قوموا بالاستغلال، وقد استغل، لا أعلم هل أحد فعلا استغل هذا الموقع لمدة أسبوعين أم لا، ولكن حقيقة لا أحد يتبع النصائح والتعليمات التي نتركها لكم. لذلك أخي الكريم، إذا أنت تريد فعلا الربح من الاستثمار والإنترنت، فقط قم باتباع النصائح والتعليمات التي نعطيها لكم. أخي الكريم، بالنسبة لماذا نحن الآن نقوم بشرح الموقع، بما أنك أنت لا تريد نحن، يعني بمعنى أنك أنت لا تريد أو أنا لا أريدكم أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. إذن لماذا أنت تقوم بشرح هذا الموقع؟ البعض يسأل هذا السؤال، وقد أجبت لكم عديد المرات بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية إخواني الكرام، أننا نقوم بذلك للربح من المكافآت المجانية التي يعطيها لنا الموقع. بمعنى أننا إذا قمت أنا برفع هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب، فالموقع سيعطيني ماذا؟ سيعطيني ربح ما لا يقل عن 2 دولار يوميا، وهذا بالنسبة لي أنا يعني سوف بمعنى ذلك أنه سوف يكون بمثابة دخل لي إخواني الكرام، وأيضا رفع رأس المال الخاص بنا. وكذلك بإذن الله تعالى نعمل عليه مسابقات إخواني الكرام في الأيام الأخرى. إذا أردتم أن نقوم بمسابقة إخواني الكرام، فقوموا بترك تعليقات لنا أسفل الفيديو لنعمل تلك المسابقة إخواني الكرام. ولكن إخواني الكرام، في هذه القناة حاليا يقل التفاعل بكثرة، لا أعلم لماذا، ولكن أنتم قولوا لنا ما الذي تريدوه من هذا القناة. هذه القناة اعتبرها قناتك أنت أخي الكريم، وقل لنا ماذا تريد بالضبط أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. أخي الكريم، اليوم سوف نقوم بشرح هذا الموقع. هذه هي الاستراتيجية التي نعمل عليها، وقد عملنا عليها في هذا الموقع، وقد قلت لكم سابقا قوموا بالاستغلال، وقد استغل، لا أعلم هل أحد فعلا استغل هذا الموقع لمدة أسبوعين أم لا، ولكن حقيقة لا أحد يتبع النصائح والتعليمات التي نتركها لكم. لذلك أخي الكريم، إذا أنت تريد فعلا الربح من الاستثمار والإنترنت، فقط قم باتباع النصائح والتعليمات التي نعطيها لكم. أخي الكريم، بالنسبة لماذا نحن الآن نقوم بشرح الموقع، بما أنك أنت لا أريدكم أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. إذن لماذا أنت تقوم بشرح هذا الموقع؟ البعض يسأل هذا السؤال، وقد أجبت لكم عديد المرات بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية إخواني الكرام، أننا نقوم بذلك للربح من المكافآت المجانية التي يعطيها لنا الموقع. بمعنى أننا إذا قمت أنا برفع هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب، فالموقع سيعطيني ماذا؟ سيعطيني ربح ما لا يقل عن 2 دولار يوميا، وهذا بالنسبة لي أنا يعني سوف بمعنى ذلك أنه سوف يكون بمثابة دخل لي إخواني الكرام، وأيضا رفع رأس المال الخاص بنا. وكذلك بإذن الله تعالى نعمل عليه مسابقات إخواني الكرام في الأيام الأخرى. إذا أردتم أن نقوم بمسابقة إخواني الكرام، فقوموا بترك تعليقات لنا أسفل الفيديو لنعمل تلك المسابقة إخواني الكرام. ولكن إخواني الكرام، في هذه القناة حاليا يقل التفاعل بكثرة، لا أعلم لماذا، ولكن أنتم قولوا لنا ما الذي تريدوه من هذا القناة. هذه القناة اعتبرها قناتك أنت أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. إذا لم تكن مشترك في القناة فقم الآن بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. أخي الكريم، اليوم سوف نقوم بشرح هذا الموقع. هذه هي الاستراتيجية التي نعمل عليها، وقد عملنا عليها في هذا الموقع، وقد قلت لكم سابقا قوموا بالاستغلال، وقد استغل، لا أعلم هل أحد فعلا استغل هذا الموقع لمدة أسبوعين أم لا، ولكن حقيقة لا أحد يتبع النصائح والتعليمات التي نتركها لكم. لذلك أخي الكريم، إذا أنت تريد فعلا الربح من الاستثمار والإنترنت، فقط قم باتباع النصائح والتعليمات التي نعطيها لكم. أخي الكريم، بالنسبة لماذا نحن الآن نقوم بشرح الموقع، بما أنك أنت لا أريدكم أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. إذن لماذا أنت تقوم بشرح هذا الموقع؟ البعض يسأل هذا السؤال، وقد أجبت لكم عديد المرات بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية إخواني الكرام، أننا نقوم بذلك للربح من المكافآت المجانية التي يعطيها لنا الموقع. بمعنى أننا إذا قمت أنا برفع هذا الفيديو على قناتي على اليوتيوب، فالموقع سيعطيني ماذا؟ سيعطيني ربح ما لا يقل عن 2 دولار يوميا، وهذا بالنسبة لي أنا يعني سوف بمعنى ذلك أنه سوف يكون بمثابة دخل لي إخواني الكرام.